كومان تاليفو بيان. اليوم رح أعلمكم الطريقة الصحيحة كيف نقدر ناكل الكروسان. هو إحنا جايين ناكل، إذا كنتي من محبين أو عشاق الستايل الباريسي تابعي هذا الفيديو كتير منيح، رح أحكي لك شو هي أهم الأشياء اللي لازم تركزي عليها إذا كنتي حابة تعتمدي الإطلالة الباريسية أو الإطلالة الفرنسية. انسيلي الفاشن ويكس، انسيلي الرانويز، انسيلي البراندات، انسي الاشياء المجنونة اللي منشوفها كل سنة. ركزي معي اليوم على الستايل الباريسي الروتيني اليومي المعتاد اللي بتلبسه اي سيدة او فتاة باريسية. اوكي خلينا نبلش. ستايل بسيط جدا، خالي من التعقيد، انيق جدا، كسول جدا. هذا انا بالنسبة لي تعريف الستايل الباريسي صراحة. هلا ليش كسول؟ لازم تحضري الفيديو للآخر. رح تستغربي إنه الستايل الباريسي ممكن إنك تركبيه بأقل من 5 دقائق. الحلو فيه إنه بغض النظر عن الترند اللي بتكون نازلة، بغض النظر عن صيحات الموضة وعن دوشة الموضة، الستايل الباريسي تلاقيه هيك مستقل لحاله قاعد على الرف. من أهم صفات الفتيات والسيدات الفرنسيات إنهم فعلياً بيستثمروا بقطع ملابس معينة. هني ما بيشتروا كتير ملابس، بيركزوا على الكواليتي، ما بيركزوا على الكوانتيتي. على فكرة هاي النقطة كتير مهمة، بيركزوا على الجودة، نوع القماش، الطول، القياس، قد ايه بتضاين عندهم هذه القطعة. يقدروا يلبسوها بأكثر من فصل، يقدروا يلبسوها على أكثر من مناسبة، يقدروا ينسقوها مع أكبر عدد ممكن من القطع الثانية اللي بخزانتهم. وعلى فكرة هون الذكاء، الموضوع مش إنه تروحي وتشتري السوق كله. طريقة تفكير الفتيات والسيدات الباريسيات إنه بيركزوا على أساسيات الخزانة، بعدين بيفكروا يشتروا قطع مميزة يكسروا فيها الستايل البيسك. وهي صفة أنا كثير بحبها، خصوصا إذا كنت من النوع اللي كثير تنقلي من مكان لمكان أو بترحلي وما فيكي دايما تنقلي كم هائل من الملابس، أو إذا كنتي من نوع البنات اللي بتضيعي إذا كانت خزانتك مليانة، بتبطلي تعرفي تلبسي ولا تلبقي أي شيء على شيء. البنات والسيدات الفرنسيات فيهم صفة غريبة عجيبة، أكتر شيء بحبوا يعملوه لما بدهم يميزوا ستايلهم يروحوا يتسوقوا بالأسواق اللي فيها قطع قديمة، القطع اللي مش براندات. هن بيلبسوا براند أوكي، بس فعليا إذا إجت بدها تتميز إلا تلاقيها لابسة قطعة من التسعينات أو الثمانينات أو قطعة قديمة، خلنا نحكي يسموها فينتج، وبتعتمدها بإطلالتها، وشرطك ما تكون تابعة لبراند معروفة. الفكرة منها إنه أنا إذا بدي ألبس من براند معروفة رح ألاقي 100,000 ست تانية لابسة زيي. فإذا كانت هاي الصفة فيكي، يعني أنت كنتي من الصبايا أو السيدات اللي بتحبي تروحي تتسوقي بأماكن غريبة، بأماكن اللي فيها بتعرفوا هاي أسواق الملابس اللي يعني بتشوفي أولها ما بتشوفي آخرها، إذا أنت فيكي صفة فرنسية. الموضوع بالنسبة لهم ما بتعلق بالفاشن والترينز وهذه القصص بقدر ما إنه قطعة الملابس هاي شو بتخليني أحس. كربيني اللي لابسيتها لما ألبسها كيف بصير الأتيتيود تبعي، هل بشعر حالي أنا بهاي الملابس ولا لا. هذا الشيء هو اللي بيركزوا عليه أكثر من الفاشن، مجرد قطع حلوة ونازلة بالسوق. وهذا طبعا شيء رائع كتير بحاول أوصلكم إياه بفيديوهاتي، إنه ركزوا على قطع الملابس اللي بتخليك تحسي إنه هاي أنتي، اللي بتعبر عنك، اللي بتطلع حقيقتك من جوا. لأنه في قطع ملابس عن جد بنرتاح فيها، في قطع ملابس لو كانت غالية أو كانت دارجة بس لما تلبسيها تحكي هاي بيش لإلي. وهذا فعلا من طقوس الستايل الباريسي، إنه يكون عندها قطعة بخزانتها فينتج، قطعة مش براند، قطعة مش معروف مين مصممها ولا معروف لأي براند تنتمي، قطعة لما تلبسها ما في ست تانية بتكون لابسة مثلها. بدي اياك تتذكري هاي الجملة كتير منيح، إذا كنت يوما ما حابة تعتمدي الستايل الباريسي لا تركزي كتير على البرفكشن، لا تركزي كتير على إنه كل شيء بدي يكون على الليبرا، كل شيء بدي يكون على التكة. لا، الفتيات والسيدات الباريسيات كتير بيكونوا منتبهات لهاي النقطة، كتير بيهمهم الراحة أكتر من إنه يطلعوا على التكة. يعني مثلا بيسرحوا شعرهم بس بنفس الوقت كتير بيهمهم إنه يطلع ناتشورال، يخدعوا اللي قدامهم، يبينوا بلوك ناتشورال، اللي قدامهم يفكر إنه هاي شعرها الطبيعي. يعني مش مشكلة لو شوي كان شعر ميسي، يعني بتشتغل على شعرها بس بدون ما تبين إنها رايحة على الصالون ودافعة اللي فوقها واللي تحتها وعاملة 100,000 شي فيه. لا، كتير بيهمها زي ما حكيت لك إنه يبين ناتشورال، إنه تبين كأنها مش عاملة إشي بشعرها، لدرجة إنك لما تشوفيها عن جد بتفكري إنه هذا شعرها الطبيعي، إنها يعني هيك بس مثلا حاطة كريم ومشطيطة وطالعة. يعني مثلا موديل القميص هذا اللي كلياتنا بنعرفه أو البلايز، إنه تحطي نص البلوزة جوا البنطلون أو التنورة والنص الثاني برا، هذا أسلوب فرنسي أفكرة عشان تبين كول، يعني ما بتبين نهائيا إنها كثير مهتمة بالإشي اللي لابسيته. هيك تحسسكم إنه هي هيك طبيعتها هيك، مش قصدة نهائيا تطلع بهذا اللوك. يعني في كثير بنات للأسف بكل مكان بالعالم مش بس عنا ببلادنا العربية، لما تحط ميك اب بيكون بيصرخ
أو تلبس لبسة معينة بتكون بتصرخ اللبسة، كتير بتكون مبينة تعبانة على المكياج، خصوصا الميك اب لما يكون الميك اب قوي. هن العكس تماما، هي بتكون تعبانة على شعرها وبتكون تعبانة على الميك اب وبتكون مفكرة شو بدها تلبس، بس لما تطلع للعالم بتطلع ناتشرال لوك لدرجة انه بتفكريها مش عاملة شيء بحالها. اذا كنت حابة تعتمدي الاطلالة الباريسية البسي الوان بس ما تكتري، باللبسة الواحدة ما تلبسي اكثر من 3 الوان، ويفضل انه 3 الوان هدول يكونوا من درجات اللون الواحد، يعني اعتمدي اسلوب المونوكروم، يعني البسي درجات البيج مع بعض، البسي درجات الزهر مع بعض، درجات الازرق مع بعض، اوكي؟ يعني بمعنى اخر الفتاه او السيده الباريسيه او الفرنسيه ما بتخبص كثير بالالوان، كثير البنات الباريسيات بيركزوا على النيوترال كلرز لانه بيعتبروها كثير ارقى. هلا شوفوا بالنسبه للالوان انا عشان اكون واقعيه مش الموضوع انهم ما بيلبسوا الوان نهائيا، ولكن هم فيري بيكي، اوكي؟ يعني كتير بيحبوا النيوترالز، كتير بيركزوا على النيوترالز، يعني خلينا نحكي سيدات مشتريات راحت بالهم، يعني هاي الألوان لو لبسناها باي ديفولت حيطلع اللوك شيك، برضو بيلبسوا ألوان تانية ولكن جدا أنيقة بتكون، وكتير راكبة مع بعض، بيلبسوا لونين مختلفين بس مثلا في انسجام عالي بينهم. فيهم صفة على فكرة الفرنسيات، هاي صفة أنا كثير بحب أعملها، لما تعجبني قطعة بجيب أكثر من نسخة، يعني مثلا عجبتهم باليرينا مثلا، أوكي؟ وعارفة حالها الست الفرنسية أو الفتاة الفرنسية إنه أنا كثير رح ألبس هذه الباليرينا وكثير لابقة علي، يعني عارفين شو بلبق لهم، أوكي؟ لما يعرفوا شو بلبق لهم وشي كثير يزبط عليهم بجيبوا أكثر من كوبي، يعني بجيب 3 باليرينا من نفس النوع حتى لو كان ألوان مختلفة. وهي من أحلى الأشياء اللي ممكن تعمليها بالشوبينج، خصوصا إذا كانت القطعة هذه مش ستيتمنت، يعني إذا كانت هاي القطعة من القطع اللي بتستخدميها كتير لأنه باستمرار رح تلبسيها. يعني أنا كتير بشجعكم تعملوا هاي الخطوة لقطع الملابس أو الإكسسوارات بما تشمل طبعا الشناطي والأحذية والسكارفز والهاتس وكذا اللي بتلبسوهم بشكل روتيني، أوكي؟ اللي ما بتقدروا تستغنوا عنهم. يعني خلاص الموضوع إذا أنتوا فكرتوا عن جد بالاشياء اللي حكيت لكم اياها وبهي النقاط فعلا فتوا على بروفايلات فاشينيستات فرنسيات وشفتوا لبسهم، رح تعرفوا ليش انا سميته الستايل الكسول، لانه بيعتمدوا المينيمم المينيمم، يعني ستايلهم ما بيصرخ بس كتير شي، وهذا شي بحسه لكتير بنات سهل ممتنع. بتشوفي صورة هاي الفاشينيست الفرنسية بتحكي هاي شو لابسة، اوكي انه وين اللبس بالضبط، بس فعليا تعالي جربي البسي زيها، تعالي جربي نسقي لبسة مثل لبسها، بتشوفي قد ايه هي بيكي وقد ايه انيقه بتطلعي باللوك في النهايه. اهم قطع الملابس اللي لازم تكون موجوده بخزانتك اذا كنت حابه تعتمدي الستايل الباريسي، الجينز يا صبايا يعتبر من اساسيات خزانه الفتاه الباريسيه او الفرنسيه، ولكن مش اي جينز، الجينز عندهم بيتميز بالهاي ويست ودائما لازم يكون ستريت ليج، او اذا بده يكون فليرد يعني يا دوب بيكون فليرد من تحت. اما السكيني جينز والفت جينز والجينزات الضيقه والماسكه والستريتشي ابدا هاي مش وارده عندهم، يعني حتى ابسط شيء اللي هو الجينز لما هن اختاروه كستريت ليج اهم صفه فيه انه ما له موضه، لازم يكون في عندك قميص بازرار سواء كان هذا القميص ابيض اسود كحلي نيلي شو ما كان لونه، اوكي؟ ولكن الالوان الاكثر اعتمادا اللي هي الابيض والازرق، اوكي؟ لازم يكون بخزانتك كمان جاكيت بغض النظر عن لونها او بغض النظر عن موديلها اذا مخططه او كاروهات او واتيفر او كانت اوفر سايز او فيت، هذه من اساسيات خزانه كل فتاه باريسيه، وتقريبا رح تشوفي اغلب الفتيات الفرنسيات بلبسوها وبيعتمدوها، لانه هاي القطعه تعددت الاستخدامات، يعني بتقدر تلبسيها باكثر من مناسبه وبتقدر تنسقيها مع اكثر من قطعه ثانيه بخزانتك. عندك بلوزه بسموها لاماغينا اللي هي البلوزة اللي بتكون مخططة بالطول أو بالعرض الستريبس، هاي البلوزة تعتبر من البيسكس بخزانة أي فتاة أو سيدة باريسية، تقريبا بتلبق مع كل شيء وبتقدر تلبسها بأكثر من شكل. يعني من أكثر الطرق اللي شفت البنات الباريسيات بلبسوها إنه تلبس أوتفت عادي، يعني جاكيت وبلوزة وبنطلون جينز وبتحطها هيك على كتافها فوق الجاكيت، يعني فوق البليزر، أوكي؟ وبتمشي عادي، مش معقول شو بتعطي ستايل، مع انه لما تشوفي البلوزه عادي يعني بتقولي عنها، بس ما بتتخيلي قد ايه عن جد لها تاثير بالستايل. والحلو بهاي القطعه انها بشكل غريب جدا لما تنلبس بترفع من قيمه اللوك، ما بتعرفي كيف، الها سحر، والا ما كانوا اعتمدوها من فراغ. الترنش كوت كمان يا صبايا يعتبر من اساسيات خزانه الفتاه الباريسيه. بالنسبه للاكسسوارات الفتيات او السيدات الباريسيات ما بيغلبوا حالهم كثير، كتير بيركزوا على الاكسسوارات الناعمه على الاكسسوارات الراقيه، ما بتلاقيهم بيلبسوا هذا الكم الهائل من الاكسسوارز، لا ابدا.
اكسسوارات ناعمة يا دوب مبينة بس بتضيف تاتش للوك، اوكي؟ بالنسبة للشوزات يا صبايا، إذا كنتي حابة تعتمدي الستايل الباريسي، بدك تعرفي إنه البنات الفرنسيات والسيدات الفرنسيات ما بيلبس كعب عالي، الكعب اللي بيلبسوه يا إما وسط يا إما منخفض، وأهم صفة فيه إنه يكون براكتيكال، عملي. في عندك من ضمن الأحذية اللي بتعتمدها الفتاة أو السيدة الباريسية اللي هي الباليرينا، في عندك مثلا من الهيلز كثير بيحبوا يلبسوها الفتيات والسيدات يعني الفرنسيات، يسموها ماري جين، من أكثر الهيلز اللي ممكن تشوفيها بالشارع عندهم. الستايل الباريسي متوفر بكل مكان على فكرة، قطعه متوفرة بكل البلاد بالعالم. هذا الستايل على قد ما هو شيك بيعتمد على قطع ملابس أساسية بيسك، عشان هيك أنا بسميه بالكسول، بخلوك تشعري انه ما في ولا اي افورت، ولا انك يعني عامله الجهد، ولا مفكره باللوك، ولا مخططه شو بدك تلبسي نهائيا. هيك بكون خلص فيديو اليوم لكل الصبايا والسيدات العاشقات والمحبات للستايل الباريسي. اتمنى لكم اطلالات رائعه. جي تايم.